المختل هنعرفه أكثر من خلال لقائنا مع الدكتور سامح الشيخ المدير التنفيذي لمختبرات البرج الطبية. مساء الخير دكتور سامح. مساء النور. طبعا دكتور سامح احنا في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي بيحتاجه الانسان للفحص الشامل من خلال التحاليل المتخصصة. في برامج متخصصة للرجال وفي برامج متخصصة للسيدات ودي كمان بتعتمد اكوردنج للعمر او اللي هو الايج جروبس مختلفة لكل طرف منهم بيبقى في برامج محددة مثلا للرجال في حاجات عامة للرجال والسيدات مع بعض. لو اتكلمنا على الرجال والسيدات الحاجات المشتركة بينهم زي تحاليل صورة الدم وظائف الكبد السكر الكوليسترول الدهون الثلاثية النقرس وبالذات كمان لو جينا للسيدات في برامج بقى خاصة بيهم زي الكشف المبكر عن الأورام وللرجال في برضه فحوصات خاصه بيهم بالنسبه لاورام الخاصه بالرجال سبيشالي زي اورام البروستاتا وللسيدات اورام عنق الرحم. نعم اكيد طبعا دكتور سامح، ولكن عايزه برضه اعرف من حضرتك اكتر عن الفوبيا اللي بتيجي للاشخاص من الخوف للتوجه اصلا للمستشفى علشان يعرفوا ايه الامراض الموجوده عندهم. صحيح. للاسف احنا في مجتمعاتنا الشرقيه ما زلنا الى حد ما عندنا في ناس بيخافوا وبيفضلوا دفن الرؤوس في الرمال. كتير من الناس يمكن يقول لا انا مش عايز اعرف انا عندي ايه لان انا ممكن بعد كده افضل طول عمري اتعالج وطول عمري افضل اعاني من المرض ده، ولكن هو ما بيفكرش ان في الكثير من الامراض الحقيقه النهارده اصبحت اكتشافها مبكر يؤدي الى علاج سهل جدا. واذا كنا بنتكلم على امراض الخبيثه زي الاورام السرطانيه فالنهارده الاكتشاف المبكر ليها بيخليها امراض كومبليتلي كيورابل، يعني بتتعالج ونسبه الشفاء فيها بتكون 100%. فما زالت فوبيا التحاليل الطبيه ما زالت تمثل بعبع لكثير من الناس. دورنا احنا كاطباء في المختبرات ودورنا كاطباء سواء في المختبرات او اطباء عامين ان احنا نعرف الناس ونوجههم الى فكره عدم الخوف من التحاليل الطبيه. دكتور سامح، يعني يا ريت تعطينا صوره عامه نوعيه برامج الفحص الشامل وانت بنحتاج لها، امتى الشخص بيحتاج لتطبيق وعمل هذا الفحص؟ احنا دايما بنقول ان بعد سن ال 35 سنه المفترض ان الشخص الطبيعي يبتدي يبدا ببرامج الفحص الشامل. طبعا دي بتختلف كمان الى لما بناخد الهيستوري من المريض اللي هو التاريخ المرضي بتختلف من شخص لاخر. احنا ممكن جدا نلاقي ان اذا كان في عائله بينتشر فيها مرض زي السكري المنتشر جدا في دول الخليج بنبتدي ممكن ننزل بسن الفحص الى اقل من كده وتبتدي مده الفحص بدل ما مثلا هي ريكومندد او بيوصى بيها ان هي تبقى كل 6 شهور او كل سنه ممكن ننزل بيها في الناس اللي عندهم امراض متوارثه بالظبط كده هيستوري او تاريخ مرضي زي السكري او امراض اخرى زي الاورام بنبتدي ننزل لسن الفحص وبننزل لمده الفحص الى مثلا الى 3 شهور على اساس ان احنا نبقى دايما عاملين مونيتورنج او رقابه دائمه لهؤلاء. البرامج المتخصصه للسيدات ودي يهمني جدا ان احنا نتكلم عليها لان في جديد جدا ظهر، يعني اقدر اقول لك امبارح كان في ريكومنديشن من الجمعيه الامريكيه للامراض ان هم نزلوا بقواعد جديده للفحص. القواعد الجديده الحقيقه اللي نازله فحص السيدات رفعوا سن الفحص بالنسبه لاورام الثدي للسيدات من سن 40 الى سن 50 سنه. وبالنسبه لاورام عنق الرحم خلوها بدل ما كان الفحص ان هو يتعمل كل سنه خلوها كل 3 سنوات. يمكن دي كانت بتتماشى اكتر مع فكره الرئيس اوباما في امريكا ان هو يغطي الشعب الامريكي بالكامل. احنا لسه في بلادنا بعيد جدا عن فكره ان احنا نفحص نعمل الفحوصات الشامله لكل الشعب، وبالتالي احنا ما زلنا بننصح الى ان يكون البرامج الفحص سواء للرجال او للسيدات في فترات متقاربه لا تزيد بحال من الاحوال عن سنه، ويفضل بالنسبه للسيد زي ما قلنا طبقا للتاريخ المرضي لكل عائله يبقى يفضل يتعمل لهم برنامج خاص بيهم زي ما قلنا ممكن تبدا من 3 شهور الى 6 شهور الى سنه. اكيد طبعا دكتور سامح، انا اكيد بنتمنى ان كل الدول مش بس يعني الاوروبيه ولكن العربيه تقوم فعلا بتقديم الفحوصات دي بشكل دائم لشعوبها.
بس انا عايز اعرف من حضرتك امتى بينتهي دوركم كمراكز فحص؟ عند مثلا تسليم النتيجه ولا بتقوموا مثلا بتقديم التوجيه الطبي للمراجع نفسها؟ أكيد. دور المختبر والاطباء المختبر بيتوصل الى ان احنا نشرح للمريض، اولا بناخد منه التاريخ المرضي الكامل للعائله لحد ما نعرف بالظبط ايه البرنامج اللي يناسبه، ثم بعد كده بيتم عمل التحاليل ودور الطبيب بعد كده انه يشرح له النتائج دي بتوصل لايه، ثم بعد كده يوجهه اذا كانت سليمه خلاص بيقول له والله يبقى معاد الفحص الثاني لك في الوقت الفلاني، اذا كان فيها تاريخ ما فيها اي امراض او تستدعي تدخل طبي بينصحه انه يبتدي يروح الى طبيب، سواء طبيب باطني، طبيب غدد صماء او الى اخره. دكتور سامح، يعني تناول الادويه بياثر على اجهزه الجسم، ولكن هل يبدو ذلك التاثير سلبي على النتائج نفسها؟ يعني هل بياثر على هذه النتائج سواء كانت سلبيا او ممكن يكون في تاثير ايجابي؟ يعني تخبرنا على تاثير الادويه بشكل معين. تمام. طبعا الادويه ليها تاثيرات جانبيه، واحنا كنا بنقول ان كل ما كانت الافكتفنس او تاثير الدواء بيبقى غالبا بيكون له اثار جانبيه للاسف. مثال كده نقول الادويه اللي هي المسكنات اللي لا تحتوي على الكورتيزون وبتتاخد بصفه مستمره ممكن يكون ليها تاثير سلبي على وظائف الكبد، نجد ان وظائف الكبد مرتفعه، وكذلك ادويه الكوليسترول والدهون، ممكن كذلك بعض الادويه اللي بتتاخد للنقرس كذلك برضو ممكن تؤثر على وظائف الكبد. في بعض الادويه اللي بياخدوها ودي بتسبب احيانا مشاكل مع المختبرات، وعلشان كده بقول ان التاريخ المرضي للمريض قبل ما يعمل التحليل مهم جدا انه يتاخد كويس، لان بعض المرضى يكونوا بياخدوا ادويه ولا يؤخذ منهم تاريخ مرضي كويس او اللي هو بنسميه الهيستوري يعني، وبالتالي تطلع نتائج التحاليل يعني غير منطقيه خالص، ونبتدي نخش ويبقى المختبر خايف ويبقى المريض خايف، في حين ان انا لو كنت واخد منه تاريخ مرضي كويس كنت اعرف كويس جدا ان النتائج دي متماشيه تماما مع الادويه اللي هو بياخدها. مثال لذلك سيوله الدم، ممكن يكون مريض بياخد ادويه لسيوله الدم ولو عملت له تحليل لسيوله الدم اجد ان نسبه السيوله في الدم نسبه عاليه جدا، اتخض انا كدكتور تحاليل، في حين ان انا لو واخد تاريخ سليم منه وعارف انه بياخد ادويه لسيوله الدم ابقى متوقع ان النتيجه هتكون طبقا للي قدامي مع العينه مع الادويه اللي هو بياخدها. طيب دكتور سامح، يعني في اشخاص كثيره جدا ما بتعرفش ايه الفرق بين مختبرات المستشفيات والمختبرات المتخصصه خاصه في هذا النوع من الفحوصات، فعايزين نعرف من حضرتك اكتر ايه الفرق بينهم. تمام. احنا في نوعين من المختبرات زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، في المختبرات اللي هي داخل المستشفيات او المراكز الصحيه، وفي المختبرات القائمه الحاله وبنسميها اللي هم الستاند الون لابس او هوسبيتال بيزد لابوراتوريز. الفرق بينهم حقيقه ان المختبرات اللي هي الستاند الون لابس او اللي هي المختبرات القائمه بذاتها دي بتبقى بتعتمد مينلي على خدمة القطاعات الطبية بالكامل. يعني بتقدم خدماتها للمختبرات سواء اللي في المستشفيات أو المختبرات في المراكز الصحية، بالإضافة لكونها ممكن تستقبل المرضى كمان كشيء فرعي آخر. ولكن المختبرات الأساس اللي هي الستاندالون لابس بتبقى الحقيقة متخصصة أكتر في مجال الفحوصات الغير تقليدية، لأنها نقدر نقول ان هي بتاخد من كل المختبرات اللي في المستشفيات او المستوصفات او المراكز الطبيه التحاليل الغير قادرين، لانها بتبقى تحليل شويه مكلفه شويه تحتاج الى تخصصات دقيقه، وبالتالي ما بتبقاش متوفره في كل المستشفيات طبعا او في كل المراكز الطبيه. فعلشان كده المختبرات الخاصه اللي هي القائمه بحد ذاتها هي بتعتمد اساسا على التحاليل، نتقوم بعمل التحاليل الغير تقليديه اللي بتحتاج تكلفه وفنيات متخصصه اكتر من اللي موجوده في المستشفيات. طبعا في مستشفيات حكوميه كبيره، في مستشفيات خاصه برضو كبيره فيها معامل مجهزه ولكن ده هيدفعنا يمكن الى حاجه ثانيه اللي هو السؤال، طيب هل المختبرات ايه الفرق بينهم في التميز؟ الحقيقه انا اقدر اقول ان اي مختبر بيحقق اهداف رئيسيه زي يكون عنده في الاساس كادر بشري مميز، نمره واحد يكون كادر بشري مميز، نمره اثنين يكون عنده
مكان حديث يكون مجهز على احدث مستويات تكنولوجي، ونمبر 3 يراعي البيشنت سيفتي او اللي هي امانه المريض، امان المريض. ودي طبعا ودي مهمه جدا في مجال المختبرات طبعا، لانها الحقيقه بينزل تحتيها حاجات كتيره جدا بالنسبه ازاي ان انت تتاكدي ان عندك كادر كويس ومكان كويس ومحاليل مستخدمه كويسه، ولكن تتاكدي ان ما يحصلش اختلاط في عينات المرضى. دي حاجه مهمه جدا لازم المختبرات تركز عليها. أكيد طبعا لابد ان يكون كذلك المحاليل المستخدمه تكون معتمده من منظمات عالميه زي منظمه الادويه والاغذيه الامريكيه او الهيئه الاوروبيه، وفي نفس الوقت يكون المختبرات مشتركه في برامج للجوده سواء جوده داخليه او جوده خارجيه. كده تقدري تقولي ان ده مختبر مميز، كده تقدري تبقي مطمئنه وكده ما يبقاش عندك فوبيا. اكيد طبعا دكتور سامح، احنا اكيد بنشكر حضرتك جدا على اللقاء ده.